برعاية أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، أقامت قيادة فرع طلائع البعث بالحسكة فعالية فنية ضمن اليوم الثقافي الطليعي، تضمنت عرض فقرات فنية وغنائية وشعرية وعروضا مسرحية شارك فيها عدد من أطفال مدارس التعليم الأساسي، بحضور أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ الحسكة وأعضاء قيادة فرع الحزب ورؤساء فروع المنظمات الشعبية. يعني يوم الأسر السورية جمعة من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها. نحن سرنا في لقاء الطلائع، طلائع البعث، يوم مجيد، يوم عزيز، ونعتبر أنفسنا زرنا كل البيوت كما يزورها التلفاز، لأنه طلائع في كل بيت. سوريا اليوم تعلن أنها حية، حية بطلائعها وبشبابها وبجيشها وبقائدها. شعب هؤلاء أبناؤه مصرون على التمسك باللغة العربية، ومصرون على التمسك بالتاريخ، ومصرون على التمسك بالصمود. خلف جيشنا الباسل سوف يحتفلون معنا ونحتفل معهم بالنصر القريب إن شاء الله. أطفال طلائع البعث قدموا رسائل إلى أطفال العالم يطلبون فيها الأمان والأمان، وجهوا رسائل للكبار أنهم يريدوا أن يعيشوا حياة سعيدة بعيدا عن الانفجارات. كان يوم وطني بامتياز، يوم انتصار. النشاط يأتي ضمن خطة مكتب الثقافة في منظمة طلائع البعث بهدف تنشيط الجوانب الفنية والإبداعية لدى الأطفال وتطوير مواهبهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية والغنائية والمسرحية والشعرية، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام الجمهور وبإشراف مدربين مختصين. بدنا نعيش بأمان وسلام، وبدنا نتحقق كل حقوقنا، وأكيد بدنا وطننا الحبيب سوريا يضل على نفس، ما بدنا يضل على هنا نفس هالحال، بدنا يتحرر إن شاء الله. نحن من حقنا مثلنا مثل الأطفال التانيين أنه نعيش بحرية وسعادة وفرح. أنا كما أشعر بالفخر والاعتزاز لأني أنا من سوريا، لأنه نحن لغتنا العربية واللغة لا تقدر بثمن. سوريا اليوم قوية بأبنائها وشعبها، والفعالية رسالة من أطفال سوريا إلى كل العالم أن سوريا عصية على إرهابهم في يوم وطني بامتياز.